عليكم. أنا الحسين ولد عمار، عندي 32 سنة، الأب بكالي، نسكن في تيماوين. أمي اسمها مغنية دريسي. أنا من 2016 مشيت المالي، فتحت حانوت فم، عدت نبيع فيها الزور والمرجن هاك تقوط منيت وهالشي. كانوا يجوني الجماعة تما يشرم عندي مسلحين، يشرم عندي الزور والكتكوت. و 2018 راح عندي مومو أمانة زاورة يعني فيها شي واحد، وكي جاو الفرنسيين لقاوها سلاح. كي جاوني الفرنسيين للدار فتشوا لقاو الزاورة فيها سلاح، لقاو فيها كلاش، لقاو فيها بندقية سيد ومسدس. من بعد داولي للمركز نتاعهم تاع الفرنسيين، ومن بعد ذاك غدوا داوني لقاوها. ولا داوني في طائرة تاع عسكري إلى بامكو، وعطاوني السلطات المالية، سلموني لها واحد حوالي 12 يوم حقوا معايا وفوتوني للسجن. كنت في السجن تاع بامكو تعرفت على واحدين الناس هم دايرينهم عطوهم التهمة الإرهابية. هذو الجماعة اللي كنت معاهم في الحبس اللي تعرفت عليه، تعرفت على عمي الطاهر، محمد بركة، مالك، مالك التونسي، بيجا، وهذا جماعة مال الثانيين، مصطفى الجزائري وأحمد ولد الدين، اللي تعرفت عليهم في السجن. قعدت في السجن من آخر 2018 إلى أكتوبر 2020. من أكتوبر 2020 طلقونا، احنا كنا حوالي 200 رجال اللي دارين لهم تهمة الإرهاب. وين تفاهمت السلطات المالية وفرنسا مع جماعة الإرهابيين، حدانهم طلقونا احنا، وجماعة الإرهاب ثاني طلقوا لهم القور اللي كانوا عندهم. داونا من الحبس في الكيران، وداونا واحد الكازيرنا تاع مالي، ولبسونا الغش، ومن بعد عاودوا داونا الكيران إلى المطار. داونا في الطائرة عسكرية إلى أمشاش، للمطار نتاع مشاش، هبطونا تما. يعني جينا لمشاش لقينا كمين يستناو فينا واحد اللوط صغير. داونا فم في الكمين إلى واد قالوا تاغليت. وين وصلنا تاغليت فم لقينا جماعة يستناونا فم، واحد ماني عارف حوالي 35 ولا من جماعة إياد. من تاغليت دخلت التيميامين عند أهلي، وريحت فم يحكموني مصالح الأمن العسكري. يداوني الأمن العسكري حقه معاه، عاملوني لله معاملة زين، فهمت؟ شهادة لله يعني. موجه رسالة للجماعة اللي بقاو لهيم وراي، الجزائريين كاملين، عشان يرجعوا للجزائر نتاعهم بلادهم، تقيم بهم وخير لهم.